بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير ديكسن. اليوم إن شاء الله راح أكون معاكم أخواتي الكريمات لدقائق معدودة إن شاء الله حول فكرة استثمار الاستهلاك مع ديكسن. يعني إحنا نسمع إنه الشخص يستثمر فلوسه في مشروع معين، في مشروع تجاري، في يعني يعمل أي مشروع، لكن هل هناك شخص ممكن إنه يستثمر فلوسه في بناء مثلا، في تأجير شقة، في سيارة، لكن هل هناك من يستثمر استهلاكه؟ هل هناك من يستطيع أن يحول استهلاكه الشخصي واليومي له ولعائلته إلى استثمار، واستثمار صحي؟ هذا اللي راح نعرفه إن شاء الله اليوم. طيب، هل هناك منزل أو بيت مكون من أسرة صغيرة أو كبيرة ما يستهلكون منتجات مثل الصابون؟ الشخص أول ما يستيقظ صباحا راح يستخدم الصابون، يستخدم المعجون، شامبو، هناك من يستخدم رغوة الجسم، زيت الأطفال، بودرة الأطفال إلى آخره، يعني بالإضافة إلى منتجات يومية يستهلكوها الناس بشكل يومي. تمام، يستهلكوها الناس بشكل يومي، أنا وأنتم نستهلكها طبعا. هناك العصائر الباردة، هناك المشروبات الساخنة، وراح أخليكم سلايدات وصور أذكركم بمنتجاتكم اليومية. هذه المنتجات يبدأ الإنسان منذ أن يولد، يبدأ أهله يعطوه البودرة، يعطوه زيت الأطفال، شامبو أطفال، ثم بعد فترة يعطوه سيريلاك، ويعطوه يعني يبدون يعطون مستهلكات يومية ما يستغنى عنها. يعني كل واحد فينا يستهلك هذه المنتجات من هو طفل إلى أن يشاء الله، يعني إلى أن ينتقل إلى الدار الآخرة إن شاء الله، وهذا هو يستهلك هذه المنتجات، يعني ما يستطيع أن يتخلى عن عادة اسمها عادة الاستهلاك. الآن لو كل شخص فينا يتشيك كم يستهلك شهريا بالدولار يعني، أو بالدينار أو بالدرهم أو بالليرة التركية أو السورية أو اللبنانية إلى آخره، وين ما كان يسكن. تقريبا معدل صرف أسرة مكونة من 4 أشخاص إلى 6 أشخاص، يعني من أم وأب وطفلين أو 3 أطفال، صرفهم الشهري ما يقل عن 80 دولار. هذه كمستهلكات يومية يوجد لها بدائل صحية مع دي اكس ان. تمام، أقل شيء 80 دولار. طيب، إذا نضرب ال 80 دولار في 12 شهر، هاي 960 دولار، نضربها في 10 سنوات، هاي 9600 دولار. طيب، ماذا لو استثمرت مبالغ الاستهلاك الشهري؟ يعني هل سبق أن استعدت يعني جزء من المبلغ الشهري اللي تدفعه مثلا للمولات، تدفع للماركتات، للصيدليات، تشتري معجون أسنان، تشتري من عندهم وتوصي غيرك تقول لهم في معجون أسنان مناسب في كذا؟ يعني هل سبق أنك استرجعت هذه المبالغ؟ هل سبق انه حد اعطاك يعني منتجات مجانا؟ وهل سبق ممكن انت تحصل يعني بالعروض، تسمعون انه في والله في الماركت الفلاني مسوي عروض، لكن بالحقيقة هو انت راح يعني حتى تحصل على هذا العرض لابد انك تدفع فلوس ومبلغ معين وتشتري مثلا منتجات معينة حتى تحصل على هذا العرض. طيب، شنو رأيكم بفكرة إن شاء الله تخليكم تسترجعون ما صرفتموه أو تصرفونه نتيجة هذا الاستهلاك، وتستثمرون هذه المصاريف اللي قاعد تصرفوها وما تستطيعون أن تتخلون عن هذه العادة؟ هذه الحياة ما تستقيم بدون الاستهلاك. طيب، بالإضافة إلى أنك ممكن تحصل منتجاتك من شركة دي إكس إن مجانا، فكرة حلوة، فكرة رائعة، هل هذا الشيء ممكن؟ نعم، هذا مشروع دي إكس إن، هو استثمار استهلاكك، تأخذ منتجاتك من دي إكس إن، فأنت مع دي إكس إن مستهلك صحي، مستهلك ذكي، توصي غيرك فأنت مستهلك حكيم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو مشروع دي إكس إن الاستثماري. إذا نظام دي إكس إن هو تحويل عادة الاستهلاك من مجرد عادة استهلاكية، من مجرد إنك مستهلك مستهلك إلى مستهلك حكيم مع دي إكس إن، يعني تحويل العادة الاستهلاكية إلى مشروع استثماري للاستهلاك. إذا من عادة استهلاكية إلى استثمار للاستهلاك. مصطلح الأصول والخصوم
هذا يعرف من له يعني ضلوع في التجارة في الاقتصاد. الأصول ببساطة أنت شخص عندك دخل مالي وتدخر جزء من هذا الدخل أو تستثمره. الأصول هي كل ما يزيد هذا المال اللي عندك، الخصوم هي كل ما يأخذ من هذا المال. الفرق بين الأثرياء وبين الفقراء، الفقراء خصومهم أكثر من أصولهم، الأثرياء أصولهم أكثر من خصومهم. وأوضح بتسجيل آخر، الآن أنت لو مشتري سيارة ولكن فلوسها منين؟ ما خلينا نقول ماخذ قسط من البنك، فهل هذه السيارة من الأصول أو من الخصوم؟ لا، هذه من الخصوم. ليش؟ لأنك أنت تدفع فلوس للبنك، تدفع فلوس للبنك. وحتى لو كانت هذه السيارة هي من حر مالك، يبقى فيها نوع من الخصوم. نوع شلون يعني نوع من الخصوم؟ هل يعني أبقى بدون سيارة؟ طبعا لا، لا أكيد ما تبقى بدون سيارة، أنت تحتاج السيارة، لكن أنت راح تبقى تحط لها زيت، تحط تصلحها، يعني تعتني بها وتداريها وتحط عليها فلوس. بينما لو هذه السيارة أنت مشغلها بشركة نقليات، لا هذه راح تجيب لك فلوس. إذا السيارة الثانية أو الأخيرة اللي خلتها بشركة نقليات هذه تعتبر أصول. شقة عندك مأجرها هذه أصول، بيتك في نوع من الخصم، بس طبعا ما نقعد بالشارع، لكن أنت حتصبغه حتأثثه. طيب استهلاكك، نجي عند الاستهلاك. استهلاك كل شخص فينا لمنتجات وأغذية، وهذه ضرورية من ضروريات الحياة، ما ممكن أنه تستمر الحياة بدون هذه العادة. لكن هل استهلاكنا نقدر نحوله إلى أصول؟ وهل استهلاكنا الحالي هو خصوم؟ هو طبعا من ضروريات الحياة، لكن هو بنظري من الخصوم. الاستهلاك القديم بالنسبة إلي بنظري يعني، وليس من وجهة نظري فقط، بل الواقع يثبت ذلك، أنه من الخصوم. لأن احنا نستهلك منتجات غير صحية، منتجات غير طبيعية. نتيجة هذا الاستهلاك راح ندفع كلفة إضافية راح أتكلم عنها في التسجيلات اللاحقة. طيب هل أنا أقدر أحول هذا الاستهلاك الضرورية الحياتية إلى الأصول؟ نعم، إذا استثمرت استهلاكي مع ديكسين في البيع المباشر، راح يتحول استهلاكي من الخصوم إلى الأصول، لأنه راح استهلك منتجات صحية وراح استهلك منتجات ترجع لي بعائد مالي، كما راح أبين في التسجيلات اللاحقة. الآن أنت تسألني أو أنت تسأليني كيف أفعل هذا الشيء؟ كيف أحول عادة الاستهلاك من مجرد عادة استهلاكية إلى استثمار الاستهلاك، من مجرد خصوم إلى أصول؟ كيف أفعل هذا الشيء؟ ببساطة يعني ببساطة شديدة، غير استهلاكك وخذ مشترياتك من ديكسن، غير بقالتك، غير استهلاكك اليومي، خذ الصابون من ديكسن، خذ معجون الأسنان من ديكسن، الشامبو، رغوة الجسم، هذه كلها تحتوي على الفطر الريشي، المشروبات الساخنة مثل أنواع القهوة والشاي، العصائر الباردة، ومنتجات العناية الشخصية، منتجات العناية بالأطفال، منتجات العناية بالبشرة، منتجات التجميل، الكوزمتيك، وكثير من الأشياء اللي موجودة في حياتك أنت تقدر تأخذها من دي إكس إن. غير هذه البقالة، خذها من دي إكس إن، راح تستفيد فائدتين. الأولى أنه هذه منتجات صحية، ما فيها لا ملونات ولا منكهات ولا مواد حافظة، اللي هي أساس كل الأمراض المنتشرة حاليا. والأمر الثاني، أنت راح هذا الاستهلاك اللي راح تصرفه راح يرجع عليك بالفائدة، إذا ما مشيت بالنظام المالي لدي إكس إن طريقة سهلة، بطريقة بسيطة صحيحة، وصيت غيرك، فأنت راح تستفيد إن شاء الله، راح تسترجع فلوسك وراح تطلع لك علاوات. من هاي العلاوات راح تستطيع إنك تستمر باستهلاك هذه المنتجات الصحية أنت وعائلتك، بل تنوعها وتزيدها، بل تملي بيتك إن شاء الله من هذه المنتجات الرائعة الراقية الصحية. يعني أنا أطلب من كل من تسمعني أو يسمعني إنه يتفكر ويتدبر بهذا المشروع. أولا، الله عز وجل يعني يأمرنا في كتابه: أفلا يتدبرون، في كتابه الكريم دائما تسمعون تقرأون هذه الآيات: أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون. القرآن الكريم لو نقرأ احنا بالتدبر لأخرجنا منه كنوزا لا تعد ولا تحصى ولا تحصى. لكن ليش ما نقدر نستخرج هذه الكنوز؟ لأنه ما نقرأ بتدبر أو تفكر. الآن أيضا يعني إحنا مأمورين إنه نتفكر ونتدبر في كل حياة، في حياتنا الدنيا، في السماء، في الأرض، في كل شيء. فأنت أيضا تفكر في هذا المشروع، تفكر في استثمار استهلاكك. هل أنت
لو استثمرت هذا الاستهلاك أو أنت استثمرت هذا الاستهلاك، هل راح تستفيدين؟ هل في فائدة صحية؟ هل في فائدة مادية؟ الآن أي شخص فينا يفكر تفكير عميق ويفهم، سيفهم فهم دقيق ويكتشف عدة أمور. الأمر الأول أنه شيء حتمي، أعداد الأسرة راح يزيدون، فراح يزيد الاستهلاك. بدل ما هو 80 دولار شهريا، هو راح ممكن يصير يعني 100 دولار، أو يصير 120، أو يصير 150 دولار، وهذا المبلغ يزيد يعني مثل ما زاد شهريا حيزيد سنويا، حيزيد كل 10 سنوات وهكذا. الأمر الآخر أنك أنت تستهلك منتجات غير صحية غير طبيعية بالتأكيد، وشي هذا أمر يعني ما يقبل النقاش، راح تأثر في صحتك. طبيب العرب سابقا حارث بن كلدة يقول كلام يحسب كل الناس، كثير من الناس يتوهمون أنه هو حديث، هو ليس بحديث. المعدة بيت الداء والحمية خير دواء، تمام. هذا القول للحارث بن كلدة اليوم هو من الأمور المعتبرة في الطب العالمي، في الطب الحديث، تمام. لو أنت تستهلك منتجات صحية، ما تدخل إلى معدتك أغذية طبيعية فهي شفاء وهي دواء، ما إذا أدخلت إلى معدتك أو استهلكت يعني بصورة عامة، يعني سواء الصابون أو الشامبو، مش بس منتجات تأكلها أو تشربها أنت وأسرتك، إذا كانت غير طبيعية فهي راح تؤثر على صحتك. من مبدأ ليكن دواؤك غذاؤك وليكن غذاؤك دواؤك. فالمستهلك، إذن المستهلك المستهلك في خسارة حتمية. ليش هو مستهلك مستهلك؟ لأنه يظل يدفع فلوس، حيبقى يدفع فلوس، وحتزيد هذه المصاريف كل ما زاد عدد الأسرة. ربي يبارك في أطفالكم وعوائلكم إن شاء الله، حتزيد المصاريف. من المستفيدين؟ المستفيدين فقط هم أصحاب المحلات، وهي أنت. ويا ريتك انك يعني تستهلك منتجات صحية، لا، انت تستهلك منتجات هابطة القيمة، فيها مواد ملونة، مواد منكهة، مواد حافظة، هاي كلها راح ترجع ب، وفيها مواد يعني هذه المواد تسبب أكسدة الخلايا، فراح تظهر الأمراض. وإلا احنا منين اجتنا هاي البلاوي؟ يعني كل واحد فينا خلي يسأل نفسه، خلي يسأل الكبار، هل كانوا أجدادنا قبل يمرضون هذه الأمراض؟ هل عندهم طفل يصاب بالسكر، أو عندهم شاب يصاب بالصدفية أو بالضغط؟ هذه الأمور كلها ما كانت موجودة، كلها ما كانت موجودة. ليش هسه موجودة؟ موجودة نتيجة هذا الاستهلاك اليومي، الدجاج المضروب، البروتين، العصائر اللي بيها كل هذه المشاكل، حتى الشامبو، حتى أحمر الشفاه، هذا في بعض الماركات في رصاص، هذا تمتص الشفة فينزل بالدم فيسبب سرطانات. كثير من النساء اللي عندها نسبة السرطان مرتفعة بين النساء نتيجة شنو؟ نتيجة هذه المواد السامة اللي تدخل عن طريق مستهلكات مستحضرات التجميل. أضف إلى ذلك الشامبو، كل المنتجات هذه تؤثر على الصحة. فإذا أنت راح تدفع كلفة إضافية، وهي الكلفة المخفية. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، وأن يعافينا وإياكم، ويعافي كل مبتلى. فحتى تحمي نفسك من الخسارة، هذه الخسارة الحتمية حقيقة، الحل الدكسن هو الحل البديل. غير استهلاكك إلى مثل ما نقول، غير استهلاكك تتغير حياتك. خذ مشترياتك من ديكسن، واحمي نفسك من الخسارة المالية، واحمي نفسك من الخسارة الصحية لا سمح الله. فديكسن تقدم لك حل سهل، تعطيك منتجات إن شاء الله من خلال استهلاكك لها تحصل على الوقاية الصحية لك ولأسرتك. ولا سمح الله إن كان في شخص في الأسرة عنده مشكلة صحية، راح يجد حل جذري بالصبر والاستمرار لمشكلته الصحية، تمام. لأنه منتجات ديكسن هي حل جذري، يعني المنتجات الصحية عموما، المنتجات الطبيعية، ليست منتجات ديكسن فقط، بل المنتجات الطبيعية بصورة عامة، هي حل جذري لما عجز عنه الطب الحديث، على أن تكون منتجات عالية الجودة، منتجات نقية 100% بيور كما هي منتجات ديكسن. الفائدة الثانية إن شاء الله منتجات ما مجانية راح تحصل عليها. كيف تحصل عليها؟ من الدخل اللي يطلع لك، وهذا الدخل تقدر تأخذ منه مشترياتك اللي كنت سابقا تأخذ مشتريات هابطة القيمة وتدفع فلوس حتى تأخذها. بفهمك لنظام ديكسن وبعملك بفكرة استثمار الاستهلاك، أنت راح تأخذ مردود مادي، من خلال المردود المادي تشتري مشترياتك اللي أنت محتاجها، ثم يكبر هذا، ينمو هذا المردود، ويصبح هذا مشروع لاستثمار الاستهلاك.
طيب الآن شلون أبدأ مشروعي مع ديكسن؟ كيف أبدأ استثماري؟ كيف أبدأ أنا كمستهلك أحول عادة الاستهلاك إلى استثمار مع ديكسن؟ كيف أكون أتحول من مستهلك مستهلك إلى مستهلك صحي وذكي وحكيم مع ديكسن؟ الخطوة الأولى تسجل عضوية في أحد مكاتب شركة ديكسن أو أونلاين عن طريق الشخص الذي دعاك ووصاك وزكالك هذا المشروع وهذه المنتجات. فالشخص اللي دعاك إلى مشروع ديكسن ووصاك بهذا المشروع وزكالك منتجات ديكسن سجل عن طريق عضويته وقدم بعض البيانات مطلوبة، اسمك بالإنجليزي مثلا، رقم الهوية أو رقم الجواز، في المكتب يطلبونه أونلاين ما يطلبون، رقم الهاتف، إيميل، ورقم عضوية الشخص اللي دعاك. طبعا اسم الوريث هذا سابقا كان موجود، حاليا لا، حاليا هو في نظام التوريث، لكن لأنه احنا نظام إسلامي فالشركة التغت هذا الشرط. كان سابقا في البدايات يحددون، نقول حدد اسم وريث، حاليا لا، يتبعون النظام الإسلامي، نظام فقه المواريث الإسلامي. هذا الأمر الأول. الخطوة الثانية، بعد ما سجلت عضوية قم بشراء مشترياتك اللي كنت تشتريها قبل ديكسن، خذها من ديكسن، خذ المعجون، خذ الصابون، خذ المنتجات هذه اللي ذكرناها، المشروبات الصحية الساخنة والباردة، منتجات العناية الشخصية، منتجات العناية بالبشرة، مكملات غذائية إلى آخره. كثير من المشتريات، مشترياتك اليومية تلقى لها بدائل مع ديكسن، زيت جوز الهند البكري العضوي إلى آخره، مربى الأناناس، كل هذا تلقاها في ديكسن. وحقق 100 نقطة، هاي ال 100 نقطة هذه يقراها السيستم، السيستم ما يقرا صابون وشامبو، لا، يقرا نقاط. فالشامبو مثلا إلى سعر وإلى عدد نقاط، المعجون إلى سعر وإلى عدد نقاط، هاي النقاط تنجمع للمشتريات اللي تاخذها مثلا، فخذ 100 نقطة مثلا على الأقل حتى تستثمر استهلاكك مع ديكسن. هاي ال 100 نقطة قيمتها في الشرق الأوسط في العراق والدول الجوار، يعني دول الخليج، تقريبا 77 دولار فما فوق، بحسب تسعيرة البلد وبحسب نوع المنتجات اللي أنت حر في اختيارها. حط 20 قوس أو 20 خط تحت كلمة حر، أنت حر في اختيار مشترياتك اللي تحب تأخذها من ديكسن. عندنا في تركيا شوية أرخص، يعني سواء أنت تروح تشتريها بالفرع أو تطلبها أونلاين. حتى إن شاء الله تنجح نجاح باهر في مشروعك مع ديكسن، خلي تخصصك. شلون يعني تخصصك؟ هتقول أنا مثلا، هتقولين مثلا انا ربة منزل، او انا موظفة، او انا مهندس مدني، كنت موظف على الهيئة الوطنية للاستثمار على الملاك الدائم فرع صلاح الدين، على الملاك الدائم، تمام، بصفة مهندس مدني. خليت مشروع ديكسن تخصصي، استثمرت فيه مو بس استهلاكي، استثمرت فيه استهلاكي، استثمرت فيه اوقات الفراغ، اعمل فيه اوقات الفراغ مع هذا المشروع. والله كنا عندنا اوقات فراغ، ماكو واحد يقول لي يعني ما عندي اوقات فراغ، اللي يقضيها يتفرج على طوبة، اللي يقضيها ببجي مدري شنو يلعب، اللي يقضيها كذا، لا، أنا أستثمر هذه الأوقات وأستثمر استهلاكي وأستثمر علاقاتي الاجتماعية وأقدم لهم هذا الخير. فحتى لو أعمل مع هذا المشروع بمدة ساعة أو ساعتين باليوم، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول قليل دائم خير من كثير منقطع. مو أجي يعني والله أشتغل باليوم 10 ساعات أو 5 ساعات هناك واقوم او اترك وارجع، لا، اعمل يوميا ساعه ساعتين ساعه ونص 3 ساعات حسب استطاعتي، استثمر اوقات الفراغ. كل من يفهم هذا النظام وكل من يفهم مشروع ديكسن يطبق النظام المالي المانح لديكسن بشكل صحيح، مثل ما ان شاء الله راح اجيكم في بعد يوم او يومين ان شاء الله، اعطيكم ايضا تدريب اسمه خطه ال5 اشهر، كيف تكون نجم ماسي في 5 اشهر، او خطه افضل 20. اللي يحب يطبق هاي الخطة أو هاي الخطة إن شاء الله راح يحقق نتائج طيبة ومباركة بإذن الله عز وجل مع هذا المشروع. حتى تنجح أنت نجاح كبير مع ديكسن بإذن الله سبحانه وتعالى، مشروع ديكسن العظيم اللي فيه خيرات كثيرة راح تعرفونها لاحقا إن شاء الله، نتعرف عليها، يتطلب منك 3 خطوات بسيطة ولكنها خطوات مهمة. الأولى، استهلك منتجات ديكسن الصحية واستفد منها. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وبيتك. الآن لو تجي تكلمني أنا كمهندس ناجي وإلي رتبة في شركة ديكسن والحمد لله صار لي فترة وأنا أتنفس ديكسن، راح أقول لك أنت جربت المشتريات أو جربت المنتجات؟ حتقول لي لا، أقول لك لا، جربها جربها وتعال كلمني.
فالناس راح تقول لك انت يا فلان او يا فلان انت جربتي هذه المشتريات؟ حتقول لهم لا. قول لك لا خلص جربيها، من تجربيها وتشوفينها جيبي لنا منها، او احنا نجي وراك او احنا نجي بعدك. تمام، هذا شيء طبيعي. فابدأ بنفسك، هذا الإقناع بالقدوة أو القيادة بالقدوة. الخطوة الثانية، أنت مثل ما مثلا تشتري موبايل ويعجبك، حتوصي أصدقائك ومعارفك، والله أنا عجبني الموبايل الفلاني في مواصفات كذا وكذا، أو أنا رحت للمطعم والله شلون يحط أكلات أو كذا. وبدون فائدة أنت مع ديكسن تقدم لهم مشروع، أنت يعني ما تستجديهم، أنت تقدم لهم خير، أنت صاحب فضل عليهم لما تدلهم على هذا المشروع. فتروح تقول لهم هذه المنتجات، حتوصي وتزكي هذه المنتجات، راح يقولوا لك جيب لنا منها او دلينا، تعطيهم رقم عضويتك يسجلون تحت عضويتك وياخذون المنتجات. او بالبدايه يقول لك خلينا نجرب وبعدين ندخل معك، فتجيب لهم برقم عضويتك. هاي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه، بعد ما يقتنعون يحبون هذا المشروع يدخلون معك ويسجلون تحت عضويتك، ويتكون انت بذلك فريق من المستهلكين والمسوقين. واحنا ترى كنا مستهلكين وكنا مسوقين فطرة، وهذا الشيء لو تفكرون فيه راح تلقون تجدون انه هذا الامر فعلا صحيح، انه احنا مستهلكين وبنفس الوقت احنا ايضا نوصي غيرنا ونزكي غيرنا، لكن بدون فائدة. لا، مع هذا المشروع العظيم ان شاء الله في خيرات كثيرة راح تجيكم مع هذا المشروع. بهذا التسجيل تنتهي المحاضرة.